قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكونوا آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، أرني الحق واتباعه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين لا تخافون، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. وبصرك الحمد لله أيوة ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وده مشهدك يا مشمش، شاهد فيه ولا عاش؟ شاهد على نفسك شهيد. شاهد على نفسك وعلى كل مفردات في المشهد. لا تسجل عندك تجيكي وخلاص. الحمد لله حفيظة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص اللي جاكي اللي جاكي انحسب عليكي. خلاص اللي جاكي جاكي مخصوص علشان يبغى يسوي بيكي حاجة لهدف لغاية. ما جاكي هباء عبثا كده. خلقناكم عبثا. اللي جاكي هو الرزق والتكليف. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنفقوا مما رزقناكم. لما يجيك الرزق على طول الإنفاق. فهي دي الحركة. أيوة اعملوا آل داود شكرا. العمل في حد ذاته شكرا للنعمة. القدرة على الحركة. فالحركة استجابة لأمر الحمد. أما بنعمة ربك فحدث. حديث حركة عضلة. حديث العين، حديث الجسد، حديث اللسان. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.